صغار، ثلاثة صغار فيهم اللي يقرا في الجامعة، فيهم اللي يقرا في الثانوي، إنسان ما عنديش حتى مورد رزق. خوتي كيف ثلاثة من الناس، أم عايشة معاهم حتى العجوز، أمي عامية أنا نقص نذر، حتى واحد منا الأخرى، انظروا حتى لربي الأخرى تقول ورانا نصلوا ورانا نعرفوا الدين، راهو كيفاش حتى أبعثوا أي مسؤول يشوفوا حالتنا نحن، حالتنا نحن تعبة بالحق، راهي والله صدقني كان حالتنا تعبة بالحق. عنده زوز صغار يقروا في واحد في الليسي وواحد في الابتدائي، وعنده طفلة أخرى بنتنا معانا تعيش، وهذا برمي نحوله ونحوله اللي هو مسؤول على عيل نحوله 10 نقاط، هاي 43 جاي، وثم اللي جايبين أسفير ودخلوه حتى الأدوات المدرسية كل شيء غلط، كل شيء ولد يقرأ تحضيري ما لقاش باش نخلص عليه التحضير. طالب بحقي وحق المظلومين وحقي انا الاول، خاطر تعرضت للمظلمه من رجال الامن على خاطرني كنت متداير وما نعمل حتى في مشكله، وعملت برشا مطالب وما قبل ما اسمعش صوتي حتى واحد. ما يسمي مطالب اللي صار اليوم شنو بالضبط؟ انا تو طالب قرض باش نحل به مورد رزق العائله معوزه لي انا والامي. والمطالب الجهه نتاعك مش هي مطالب الجهه، مطالب تشغيل. هاي مطالب الضر وقف كل عام يا ودي، كل الضر وقف كل عام يا خسرت ونعرف.